السرور الأهل الطيبين. كل شيء هنا يدعوك للمتابعة ويحفزك على التعليق، فقط بإمتاع ومؤانسة. بعد أن دخلت مجموعات من الطلاب في سباق الرياضيين محموم ضمن مهرجان الزوارق الذي استضافته مدينة الدوين بولاية النيل الأبيض، وذلك ضمن البرامج الرياضية المصاحبة للدورة المدرسية القومية 26 والتي تقام بمدن الولايات المختلفة هذه الأيام. ويعتبر المهرجان فرصة مواتية للآخرين لمشاهدة عدة ألعاب مائية كالجسد الطائر والزحف على الماء والزوارق الشراعية، ما قد يمكن من تقديم جيل مسلح برياضة الزوارق. عدينا مهرجان ضخم جدا جدا ومثير، وفيه فقرات كبيرة جدا جدا قد لا تكون يعني عرضت قبل كده في السودان. فيها مناشط الزوارق الشراعية، وفيها الزوارق الميكانيكية، فيها الانزلاق المائي، فيها الفلاي بورد. الفلاي بورد ده طبعا منشط جديد، وبيقفز باللاعب بواسطة أنبوب لمسافة بتاعت 20 أو 30 متر، وبيقوم بحركات استعراضية. فيها سباحة، فيها تجديف. ويساهم المهرجان في إحداث نوع من التدريب على التسابق الرياضي بين كل المتنافسين، بما يقدم رياضيين جدد متدربين على هذا النوع من الألعاب المائية، ويعيد البلاد مرة أخرى إلى ساحات التنافس الخارجي وحصد الجوائز الدولية في رياضة الزوارق. استفدنا كثير جدا جدا نحن في الدوين من الدورة المدرسية في إننا عملنا تدريب لأبنائنا، يعني كل أبنائنا لسه في التجديف وفي السباحة هم من أبناء الدوين جميعهم. بنشكر شكر شديد يعني الإخوة في نادي النيل الأزرق للزوارق اللي ساهم معانا مساهمة كبيرة جدا جدا بالزوارق الشراعية وبالفلات بول وبالانزلاق المائي. ومن خلال الدورة المدرسية القومية يتيح المهرجان مجالا للبعض بالحضور والتفاعل مع الألعاب المائية المختلفة توثيقا ومشاهدة، استنادا إلى أن العقل السليم في الجسم السليم، ما قد يعزز من مفهوم الرياضة ودورها في توحيد وجدان أهل السودان. أنا اليوم والله يمكن أسعد الناس أنه حصل حدث عالمي في هذا الشاطئ، وهذا مغروم مع الدورة المدرسية، لأنه الدورة المدرسية السنة دي شعارة أنه برا وبحرا وجوا. هذه الرياضة بتمثل نوعية كبيرة جدا من ناحية المدعى الجمالية، ومن ناحية تعليم الشباب التجديف، ومن ناحية تعليم الثقة بالنفس، ومن ناحية تعليم إنغاز الناس والغرغة، وده أهم حاجة يمكن عندنا إحنا في السودان. وشكل مهرجان الزوارق إضافات رياضية للمدينة والولاية، وأعاد لاعبين وجمهور إلى دائرة الاهتمام والمتابعة لرياضة تحتاج لشيء من الرعاية والتقدير والاحتفاء. ويعد المهرجان فرصة طيبة للبعض للترويح عن النفس من أكدار الحياة اليومية، ويوثق لرياضة كانت أن تندثر، خاصة وأنها الرياضة الأولى في تاريخ الدورات المدرسية في السودان. صديق السيد البشير الشروق، ولاية النيل الأبيض، الدويم.